أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعك وزرك الذي الذي قالوا البزي كله ابن وردن عن أبو جعفر عن ابن جمس عن أبو جعفر أبو قالوا أنه وأبو جعفر they are Imam of Medina. So we have prepared things in our country for few juzuk until juzuk 70, and then we try to finish it here so that we can do the khatmah in Medina, the land of the imams. So as far if we love it, because we it is a khatmah of this. Perhaps not, because this is ashabu silah. Those who read min jamak ma'al fa'in kumu wa mumpasi tu harokat di Malaysia. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ما يكذبك بعد بالدين.
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى. أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. ناصية كاذبة خاطية. فليدع ناديه. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. من ألف شهر تنزل. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم الشر البرية.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه ذلك لمن خشي ربه بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فحسبنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود إنه على ذلك لشهيد إنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربه بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها علم اليقين ثم لتسألن يومئذ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤكدة في عمد ممجدة. Kita kena kurang satu ambil gambar dia orang pakai yang kita ada. Kita kena tengok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabi. Lam naj'al kaidahum fi tadbir. وأرسل عليهم طيرا أبابيل حجارة من سجيل وهم كعصف مأكول ما تأخذ فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرين لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد
ولا على عبدٍ ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولكم دينكم لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح فرأيتم الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤسنا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وهجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجنودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آيات من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سلامة وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل فتح من القرآن فرحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية. اللهم ارزقنا بأليف الأمن وإيمانا وبالباب بركة وبهاء وبالتاء توبة وتوفيقا وبالثاء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشية وخشوعا وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء
وبالزاي زهدا وزكاء، وبالسين سعادة وسلامة، وبالشين شفاعة وشرافة، وبالصاد صبرا وصداقة، وبالضاد ضوعا وضلاعة، وبالطاء طاعة وطهارة، وبالظاء ظفرا وظفرافة، وبالعين عفوا وعافية، وبالغين غنما وغنمة، وبالفاء فوزا وفلاحا، وبالقاف قربا وقناعة، وبالكاف كمالا وكرامة، وباللام لطفا ولقاء، وبالميم موعظة ومغفرة، وبالنون نورا ونجا، وبالواو وسعة وولاية، وبالهاء همة وهداية، وبالياء يسرا ويقينا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، وأزواجنا وذريتنا وكل مسلمين والمسلمات، مؤمنين والمؤمنات، الأحياء من والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.